الانهار كتير حلو هون، مدخل المدرسة اللبنانية، سو العالم عم تتوافد من هون، حاطين هون مثل ستودنتس تيشيكوا على الأقلام تبع العالم، بيسهلوا عليهم الدخول. بعدين عنا 3 مباني للمدرسة مقسمين الأقلام عليها، اللي هن مبنى على الشمال، مبنى بالوجه، ومبنى على اليمين. وعنا هون بملعب التنس حاطين الطاولات تبع المندوبين المتجولين، والمكانات الانتخابية كلها موجودة بمطرح واحد. الجو ديمقراطي، الجو هون بالاختراب بيننا وبين بعض، أكيد كلنا عايشين سوا ونروح ونجي سوا، سو ما فيها التنشن الموجودة بلبنان، بتمنى يتعلموا منا. هون على الاستقبال عم تشوفوا المندوبين اللوائح التغييرية بكبروا القلب، الماشين كتير كبيرة، هون حاطين ساينز بدلوا على الأقلام، كتير سهلة العملية. وهون جوا مطرح ما نحن المندوبين قادرين نقعد واللي بنمثل اللوائح. طبعا هون رح فرجيك عن كل الأحزاب، موجود عندنا هون التغييريين، موجود عندنا هون الاشتراكي بالأحمر واللوات بالأحمر، هون الشباب عم بيشتغلوا يعطيهم العافية كل الليل. وعندنا هون في المرضى وفي التيار وفي الكتائب كمان. العملية منيحة، في إقبال كتير منيح. كنت عم بقول لك إنه نحن السنة عن 2018 تقريباً عنا 6 تايمز عدد مسجلين، متوقعين ان 7500 ينتخب على القليل، اند اوف داي 6500 ان شاء الله. ما في مشاكل، ما في اشكالات، الوضع مسهل كثير، التنظيم منيح، عم تاخذوا الفوتر تقريبا بين ما يفوت ويطلع 10-15 مينتس ماكسيموم. هذا النهار انا بالنسبه لي اول شيء ديمقراطي بالدوحه، ديمقراطي بامتياز، كل اللوائح وكل الماكينات الانتخابية موزعة بمحبة وبألفة بين الكل. هذا اللي طول عمرنا بنشوفه بالدوحة، عم نشوفه بالأيام الانتخابية اللي بلبنان بتفرق الناس، هون بتجمع الناس. الله تمام. رجينا كيف كان النهار؟ بيرفكت، كيف التنظيم برأيك؟ كتير حلو، ديمقراطية تامة، العالم كلها قلب واحد.